بهدلت السنتين اللي فاتت. انا عامله جوه عامله يا رب يا رب بس ما يقعدش لساني يفلت زي كل مره، يا رب امسكي بس لسانك شويه عشان ايه ما اكرش. اول ما بقعد على الكرسي ده بكور. طب يعني انت مثبته جامد. انا مثبته قوي وانا داخله اقول بقى يا رب يعني مش هتقولي حاجه. هقول بس مش قوي عشان لو قلت قوي بروح. ادي دقنه اهي. ادي دقنه هنا. الحقيقه العيله كلها انت طبعا حبايبي قمر. كلهم. هنبتدي الاول بالمسلسل. اوكي. مسلسل مخدوم. في مجموعه كبيره من القصص. انت يا هنا عندك كده حضور ومشاع على الكاميرا، يعني ما شاء الله ما شاء الله، عندك اطلاله حلوه قوي وتم توظيفها بشكل رائع في حلوه الدنيا سكر. هو انا بجد يعني محظوظه ان انا عملت المسلسل ده. على فكره انا في الاول خالص يعني كل يعني الناس من الوسط ومعروفين وكلكم عارفينهم قالوا لي انت عمرك يعني في الوقت ده او في السن ده عمرك ما هتعملي كده او هتاخدي بطوله، لان دي حاجه كبيره قوي وخطوه كبيره قوي ان حد يعملها. في عندي كنت 26 سنه يعني السنه اللي فاتت 26. فاللي هو انا اتصدمت، اللي هو كانت خضه بالنسبه لي ان هم يعرضوا عليا مسلسل بطوله كان 45 في الاول بعد كده بقى 40. فكان حاجه خضه وبس يعني الحمد لله عدت. يعني انت كنت متوتره قوي وقلقانه؟ انا اصلا دلوقتي متوتره. لا لا شويه شويه شويه. كله متوترة. خلينا نحط لها تتر المسلسل كده. لا بلاش ليه؟ ده كان تتر تحفه. ما بحبش اشوف نفسي. خلاص اشوف نفسي. فتحت عيني على الدنيا وعرفت حاجات بتميزها، لما الصورة بتكون حلوة دايما بنحب نبروزها، حلوة الدنيا زي السكر والحب كمان بينورها، على الحاجة المرة نسكرها. في حاجات حلوة كتير مستاهلة نتعب ونعافر علشانها، عيشي حياتك غيري حساباتك تلاقيها اتشالت حواجزها، أصل الوحدة أما بتتحدى مش ممكن حاجة تعجزها، أصل الوحدة أما بتتحدى مش ممكن حاجة.